بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم إن شاء الله ما هنشتغل برنامجنا بتاع مسائيات السلفية، وحنتكلم عن القضية المهمة الآن والفتوى اللي عاملة للناس إشكال كبير في مسألة صيام يوم غد أو صيام اليوم اللي بعده، ومتى يكون اليوم الأول من أيام رمضان. فقبال ما نبدأ دارينا الإخوة يا أخوانا يشيروا الفيديو، شاركوا الفيديو وشيروه كويس عشان نحن نبدأ، لأن الموضوع الليلة مهم جدا والأسئلة فيه كثيرة. نفس التلفون ده من قبل شغال، ما وقف أصلا، ما وقف التلفون، حتى أنا برد المكالمة وبجاوب قبل ما يسألوني لأنه عارف السؤال ذاته. أي زول بيقول لك نصوم بكرة ولا منصوم، ده بس البرنامج شغال كده. فيلا يا شباب شيروا الفيديو، شيروا اللايف عشان نبدأ. الناس تشير اللايف عشان نبدأ. طيب يا اخواننا، نحن مفترض نشتغل الساعة 8، وإذا أخرنا الليلة شوية عشان نستقصي الأخبار ونعرف يعني الحكومة بتعلن شنو عشان نقدر نقرر بعد ذاك الحكم الشرعي بتاعنا نحن وموقفنا شنو. طيب شيرنا الفيديو، يلا يا شباب الموضوع كالآتي. اليوم عندنا الوضع انه بلاد مجاورة لنا من البلاد الإسلامية كالسعودية، مصر وقطر أظن وغيرها من البلاد الإسلامية، أعلنت انه يوم بكرة الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك. وحكومتنا في السودان مجمع الفقه الإسلامي أعلن إنه يوم غد هو اليوم المتمم لشهر شعبان، وغرة رمضان اليوم الأول من رمضان حيكون يوم السبت. طيب نحن كسودانيين مسلمين موقفنا شنو؟ هل نصوم يوم غد باعتبار إنه الرؤية الهلال في السعودية أو في مصر أو في غيرها من البلدان، ولا نحن يعني نصوم مع حكومة بلدنا؟ ده الموضوع كله. قبل ما نجاوب في خلفية مهمة لابد نعرفها، إنه الصيام يا أخواننا صيام رمضان مربوط برؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب حديث صوموا لرؤيته اختلف فيه الأئمة في الفهم، هل إن الإنسان يصوم برؤية وحده يعني إذا رأى الهلال براو يصوم برؤية نفسه، ولا يصوم برؤية غيره؟ فجمهور الفقهاء عندهم يصوم برؤيته ويفطر مع الناس. طيب وبعض الفقهاء يقول كالإمام الشافعي يقول يصوم برؤية نفسه ويفطر برؤية نفسه سرا، وابن حزم الظاهري، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد من قبله رحمهم الله جميعا إن الإنسان يصوم مع أهل البلد. طيب إذا رؤي الهلال في بلد معين، الآن رؤي في مصر وفي
السعودية وفي قطر وغيرها من البلدان المجاورة لنا والإسلامية، هل يلزمنا أو لا يلزمنا؟ برضو الفقهاء عندهم أقوال في المسألة دي. جمهور الفقهاء إنه يلزم الصيام، وقول عكرمة وقول القاسم عليهما رحمة الله من الفقهاء من التابعين إنه لكل بلد رؤيته، أي بلد رؤيته براه. والقول اللي عند بعض المالكية، والصحيح من قول الشافعية وبعض الأحناف وقول للإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسألة مربوطة بالمطالع. يعني شنو بالمطالع؟ يعني إذا كانت البلاد متفقة في المطلع، يعني مطلع الهلال عندها واحد متقاربة والمطلع بتاعها متفق، الهلال إذا ظهر في البلدة دي ينبغي يكون ظهر في البلدة الثانية، تكون متقاربة ومطلعها واحد. في الحالة دي تتفق، اتفقت في المطالع، تتفق في الصيام وفي الفطر. طيب، ولكن الأقوال اللي ذكرتها أنا كلها دي أنا دار أدخل فيها واسعة في الموضوع ده، وتعرف إنه أقوال الفقهاء فيه كثيرة وفيه خلافات. المسألة اللي بتكلم عنها الآن أنا هي إذا اختلفت الرؤية من بلد لآخر. إذا اتحدت المطالع ما دي ما في مشكلة تاني، لكن لو اختلفت الرؤية وأعلنت كل حكومة رؤيتها، ما هو موقف الناس؟ الموقف باختصار إنه نحن كمسلمين سودانيين في بلدنا نتبع لحكومتنا في القرار بتاعها حسب الرؤية بتاعتها. والدليل على الكلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون. كويس؟ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون. وفي رواية: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. يلا لاحظ معاي واو الجماعة هنا وضمير الجمع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يدل على أن الصوم يكون مع أهل البلد، وإنه أصلا اليوم ذاته المشروع عليك انت صيامه هو يوم يصوم الناس، ورمضان ذاته يوم تصومون. ما في زول يقول لك يا اخي لا، لكن في السعودية عندهم الليلة رمضان، اها، ونحن هنا اعلنوا انه ما رأوا الهلال، احتجبت الرؤية عنهم ما رأوا الهلال. طيب رمضان يبقى ذاته، هل رمضان يبقى في السعودية ولا رمضان يبقى عندنا نحن؟ لا، يبقى رمضان اللي عندنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصوم يوم يصوم الناس، الناس عندنا هنا ما رأوا، إذا الصوم يوم يصوم الناس عندنا هنا. طيب يوم يصوم الناس ويوم تصومون، من المسؤول عن إعلان مسألة تصومون دي؟ هل أي واحد من الأفراد عنده الحق في إنه يعلن إنه الليلة الصيام والناس تصوم، ولا ما عنده الحق؟ جبير ذكرنا الخلاف في المسألة دي، إنه الإنسان إذا رأى الهلال براه يصوم برؤية نفسه ولا لا. طيب المسألة دي الراجح فيها إنه أنت بترجع إلى قول الحاكم، هو اللي بيحدد، لأنه مسألة إعلان الصوم هو من الأحكام السلطانية، بيحدد الحاكم. والدليل على كده إنه عمر رضي الله عنه في عهده رأى إثنان الهلال، أو رأى واحد الهلال، والرؤية اللي ثبتت عند عمر، يعني عند عمر ما ثبتت، وجاء رجل قال له رأيت الهلال، فعمر رضي الله عنه أمر بأن يفطر مع الناس، أمر أن يفطر مع الناس مع أنه قال له أنا رأيته.
يلا خد بالك، انت ما تجي تقول لي مثلا السعوديه رات. يا اخي خليك من السعوديه، لو انت رايته والحاكم قال احتجبت عنه الرؤيه ما راه، تعمل بقول منه؟ بقول الحاكم ما بقولك انت. تعمل بقول الحاكم حتى لو انت رايته بنفسك، فالعمل بقول الحاكم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، وده اليوم اللي بيحدد الحاكم. طيب يا اخوانا حيجي سؤال، الواحد ممكن يقول لك يا اخي قد يكون الحاكم ده ما اتحرك كويس، او يقول لك يعني ممكن ياخذوا المساله من باب المفاهيم السياسيه، انه زول داري عرض الحكومه فما دار يصوم معها، او واحد تاني بيشكك في الحكومه ذاتها انها ما تحرت كويس وما داير الصيام الليله ذاته. يبقى طيب كيف انا اتابعهم على كده؟ اديك الجواب، برضو حتى ولو الحاكم يعني اخطا او تعمد الخطا، خد بالك الخيارين، لو اخطا او تعمد الخطا في المساله دي، انت الواجب عليك تتابعه وانت ما عندك مشكله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه عن الامام قال يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم. وابن تيميه قال الحديث ده بيرتبط بمساله الصيام برضه. نفس الشيء، الحاكم بيتحرى لنا، نحن ما بنتحرى، قاعدين في بيوتنا، ما مشينا ولا قعدنا بمناظير ولا عاينا فوق ولا عندنا مع قضيه مع الموضوع ده، هو اللي بيتحرى لنا. فقال يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم. لو احسنوا في تحريم نحن وهم كسبانين. قال وان اساءوا فلكم، نحن ربحانين. لو هم غلطانين او متعمدين الغلط نحن ربحانين. قال فإن أساءوا فلكم وعليهم، عليهم هم. عرفنا يا اخواننا؟ عشان ما نتلخبط في الموضوع ده ونبقى تاني احنا في قضية لا انا ما بصوم مع الحكومة، ودي ما معارضة يا اخواننا، دي عبادة، والعبادة انت ما من حقك اطلاقا تقررها بنفسك، دي احكام سلطانية ما بتقررها انت. ما انت اللي بتقرر الصيام، ولا انت اللي بتقرر الفطر، والحمد لله انت في ساعة ما لك التضاري نفسك. الحكومة قررت انه بكرة ما صيام، الصيام بعد بكرة، خلاص خلاها في رقبته، انت مالك؟ مشكلتك شنو؟ خليها في رقبته. اكان بقى ده اليوم بتاع الصيام بالجد نحن ربحانين وهم. ولو بقت كمان الحكومة اخطأت في المسألة دي، ان كان خطأهم نتيجة اجتهاد في التحري مغفور لهم، ان كان نتيجة اجتهاد في التحري، وإن تعمدوا يعني وإن تعمدوا ذلك فيبقى شنو يا اخواننا؟ يبقى نحن بعد ذاك يعني في حل من في إذا هم يعني زلوا فيه واجتهدوا كده فيبقى هم مأجورين على اجتهادهم، وإن أخطأوا وإن تعمدوا يبقى الغلط عليهم ويتحاسبوا هم. طيب فيبقى يا اخوانا الموضوع شنو؟ نحن نفهم الموضوع بخلاصته في الاخر كده ده، انه نحن صومنا وفطرنا مع حكومتنا. ان احسنوا نحن بنصوم معاهم، لو اساءوا بنصوم معاهم، والامر بعدين موكول لهم ومسؤوليتهم هم امام الله عز وجل. الامر امرهم. طيب يا اخوانا الموضوع ده كان حصل لنا السنة اللي فاتت، نفس الحكاية دي، والناس الحكومة السعودية أعلنت العيد، ومجموعة هنا من المعارضين أعلنوا العيد مع السعودية. تخيل نفس المسألة كانت مقلوبة، عشان ما ناس يتاجروا بالمسألة دي ويعتبروا إنه نحن تأييدنا ده كلام سياسي. أبدا أبدا ده ما كلام سياسي، لانه نحن وقت افتينا السنه اللي فاتت الناس، وكان في وقت صعب جدا، حتى ما في، شفت الشغل بتاع يعني الانترنت ما في، كان
مسألة صعبة والناس بيدقوا بالتلفونات، كانت قضية صعبة جدا. لما قلنا للناس كانت الحكومة حكومة الكيزان الأخوان المسلمين، وقلنا الواجب العيد مع الحكومة، جات السنة دي المسألة مقلوبة. لاحظ المسألة مقلوبة، الكانت حكومة المرة الفاتت بقت اليوم معارضة، والكانت معارضة المرة الفاتت بقت اليوم حكومة، ونحن بنقول نفس الفتوى نفس الشيء، الصوم مع الحاكم، لأنه دي فتوى شرعية ما مسألة متاجرة. وسبحان الله أنا جاي على اللايف ده سيدي، طلعت الدفتر بتاعي اللي حضرته به السنة اللي فاتت ذاته، نفس الدفتر حقي، وكنت جايبه والله نسيته، بس نفس الدفتر حقي اللي كنت بحضر فيه للمسائل بتاعت الأحكام الصيام وكده، طلعت وراجعت نفس الفتوى وجاي أقوله بنفس بنفس المصادر بنفس المرجعية بنفس الفهم، ما في شيء بيتغير. فيا إخواننا يعني القضية بتاعت الفتوى الشرعية في المسألة دي ما مسألة متاجرة. وما معنى أنا بصوم مع الحكومة لأني بحبها وأنا يعني بدهنس ليها؟ لا أبدا، ده حكم شرعي، ربنا أوجب علي طاعة الحاكم. طيب لو سألني زول قال لي يا أخي أنا لو صمت بكرة فيه شنو؟ ده سؤال مهم كمان. بكرة الناس زي قالوا يعني نفطر، ده تتمة شهر شعبان والصيام يوم السبت، طيب أنا لو صمت بكرة الجمعة فيه شنو يعني؟ صوم احتياطا. نقول ما بيجوز، صوم الاحتياط لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام، لقول أنس قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فما بيجوز تصوم احتياطا. ودل بالمناسبة ده القول الراجح في مسألة لا تقدموا رمضان. بعض الفقهاء بيقول لك يعني ما نتقدم، ما نصوم يوم قبل رمضان مقصود به عشان الزول يتقوى وخش رمضان بقوة، لا لا دي علة ضعيفة. وبعضهم يقول لك لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لأنه مثلا يعني الإنسان مما ينتصف شعبان مكروه الصيام، برضو دي علة ضعيفة، علة ضعيفة برضو. العلة القوية شنو والصحيحة؟ إنه ما يجوز صيام اليوم قبل رمضان احتياطا، صوم الاحتياط ما بيجوز. عشان ما تقول أسا أنا بتكلم مع واحد من الإخوة قبل اللايف طوالي قال لي يا أخي أنا دار أصوم اليوم ده احتياطا، ما بيجوز ما بيجوز أصوم احتياطا، قال فقد عصى أبا القاسم، لأنه الأحكام الشرعية يا أخواننا أنا ما بقول أحتاط فيها بمزاجي، ده حكم شرعي ومربوط بالحاكم. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. ابن تيمية ذهب لاستنباط عجيب في النقطة دي، قال الصوم يوم يصوم الناس معناه رمضان الحقيقي اللي ربنا كتبه عليك بيبدأ لما يعلن الحاكم، لأنه قال لك الصوم ده رمضان. هو حتى لو قلت لي طيب ما رأوه في السعودية حكومتك هنا أعلنت خلافة ولا لا؟ أعلنت خلافة، أيوة أنت بتتابع حكومتك. والصوم الفرض الله عليك بيكون بتين، بيكون مع الأعلنت حكومتك حتى ولو رؤية في بلد تاني. ده الفقه كده يا إخواننا، المسألة ما مسألة بتاعت دهنس لي سلطان وكده يقول لك ده العلماء السلطان ودائما بيفتليه. نحن لو بنعمل كده ما كان بنفس نفتي نفس الفتوى وتغيرت فينا حكومتين، ونفس الفتوى نفس الفتوى وهاجمونا بها زمان العلمانيين لما كانوا برا باعتبار احنا افتينا فتوى موافقه للكيزان. الليله هاجموا فينا الكيزان باعتبار احنا افتينا فتوى موافقه للحكومه الموجوده الان، وفي النهايه الحكم الشرعي ما بيتغير واحنا بنقول الحق، ما عندنا قضيه معك. وبكره فاطرين الحمد لله، مش الحكومه اعلنت فطر، فاطرين السحور الخاتين في التلاجة يستمنشي نمرق ونتعشى بيه، عندنا اي مشكله؟ اضرب افطر طوال وباطمئنان شديد ونفسك مرتاحه، اضرب تمام بكره، صوم في الشارع اشرب لك بارد كده شفته في نص الشارع مرتاح نفسيا. ناس يقول لك في السعوديه صايمين بطريقتكم، والله انتم حكومتكم اعلنت والواجب عليكم تصوموا،
الله يتقبل منكم صوموا يا ناس السعودية، ونحن بجاي نصوم بكرة. لو مشينا في رمضان كده وفي النهاية رأوا الهلال بعدين وطلع 28 يوم، ممكن يطلع 28 وما في رمضان 28، لأن الشهر العربي يا 29 يا 30. رمضان ما حيكون 28 يوم برضو، ممكن زول يقول لك يا أخي طيب بعدين لو بقى 28 حنعمل كيف؟ ما عندنا أي مشكلة، 28 نعيد يكون عندنا يوم نقضيه، نمشي نقضي يومنا، ما عندنا مشكلة. إحنا المسألة ما جدل سياسي ولا لا 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 لا، المسألة حكم شرعي. وده يا أخوانا الحكم ده بترتب عليه يعني توحيد كلمة الناس واتفاق الناس على وجهة واحدة في بلدهم. ما نبقى ناس صايمين وناس مفطرين، ناس معيدين وناس لسه بيكملوا في صيامهم. يا أخوانا الكلام ده ما بيجي. عشان كده شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده فيه معاني أخرى غير مسألة الصيام، فيه وحدة كلمتنا نحن في بلدنا واجتماعنا مع بعض في صومنا وفي فطرنا وفي عيدنا. ما يجونا ناس يقول لك لا نحن ناس رؤية العين، في جماعة كده يقول لك نحن رؤية العين، دير بس إلا يشوفوا بعينهم ولا يشوف ذول منهم. خد بالك هم منهم، هم كلهم بيكونوا شافوا بعينهم، لكن لما الفقيه حقهم الفقيه يقول لهم بكرة انتوا افطار افطار، بكرة صيام صيام، يقول لك ما جاتنا اشارة لسه. هندنا تقول في سلاح المدفعية ولا في الاشارة، يقول لك ما جاتنا اشارة لسه. لما تجي الاشارة من الفقيه هناك بتاعه الشيخ يقول لهم بكرة صيام طوالي بصوموا، بكرة افطار طوالي يفطروا. ده ما بيجوز يا اخوانا شرعا، ودين مرتكبين لحرام. عشان كده انت عشان تمرق من الحرام لا تكلف نفسك بعناء ومتاعب وتنظير ناس منظرين. السعودية دي شفتها بيخالفوها في أي حاجة، في أي شيء بيخالفوها، في عقيدة السعودية بيخالفوها، في نمط الحكم بتاعها بيخالفوها، في لبس السعوديين بيخالفوهم، لأنه عقيدتهم عقيدة إخوانية. لكن اليوم اللي كلام السعودية يبقى بيخدم غرضهم هم، غرضهم هم بتاع المعارضة للحكومة دي، طوال يجي يقول لك يا أخي ما السعودية اللي لعنت، أنتوا من بدين قاعد تتابعوا السعودية؟ السعودية عقيدتها عقيدة التوحيد انتوا قاعد تتابعوها فيها؟ نحن تبع للسعودية يعني ولكل بلاد المسلمين في ما نتفق معهم في العقيدة والإيمان وأخوتنا معهم أخوة الدين، ولكن أحكامنا الفقهية بترتبط بحاكمنا ما بحاكم غيرنا. كل المسلمين في البلاد الإسلامية أخواننا وأحبانا، نحبهم جدا، وما عندنا مطعم في زول ولا عندنا قضية ولا بنتكلم في حكومات ولا عندنا معاه قضية، لكن أحكامنا الفقهية مع حكومتنا دي إن أحسنت نحن نصوم ونفطر معاه، لو أساءت نصوم ونفطر معاها. شفت كيف؟ وبعد ذاك هم الخطأ يتحملوا مسؤوليتهم هم أمام الله عز وجل. نحن ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. عشان كده يا شباب بكرة نفطر تمام، نتجهز نصلي تراويحنا بعد يعني اللي هي بكرة، بكرة نصلي تراويحنا إن شاء الله يوم السبت ونبدأ صيامنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخ مزمل برضو حيكون عنده لايف بعد شوية في الموضوع ده في نفس الصفحة دي إن شاء الله، هاي وحيجي يواصل طوال يا أخواننا الناس، بس تكون قراب. أيوة، فيا أخواننا يعني نصيحتنا للإخوة إنه الموضوع ده ما يشعب فيه الآراء وما ينظروا فيه من عندهم. الفتوى الفقهية ورينا لكم ليها يعني بمصادرها بمراجعها بأدلتها، الناس ما تنظر في الموضوع ده كثير، وتنشر الفتوى بصورة ملخصة لطيفة جدا تنشرها للناس اللي ما عارفين الحكم الشرعي. فكثير من الناس قد يصبحوا صايمين بس شافوا الخبر في السعودية يصبحوا صايمين على الأساس ده. فنبهوهم إنه صيامنا ما بكرة، صيامنا بعد بكرة، والأدلة وضحت للناس، والشيخ مزمل إن شاء الله جايب مصادر ومراجع، فالناس إن شاء الله تواصل في الاستماع وتستفيد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
عليه بكلام عجيب، عليه بكلام عجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مواصلة لكلام الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في نفس الكلام ونفس المجال، بس يمكن يكون في إضافات بسيطة وتكرار للتأكيد إن شاء الله. الناس بيسألوا كثير، لأن بلدنا السودان أعلنت أنه بكرة هو اليوم المتمم لشعبان، يعني يوم 30، يعني رمضان حيكون بعد بكرة يوم السبت، والسعودية أعلنت أنه بكرة رمضان، يعني بلدنا عكس السعودية. والأمر ده طبيعي يا جماعة، بيحصل منذ عهد الصحابة، منذ عهد الصحابة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى الجزء 25 الصفحة 108 ذكر كلام عجيب، وبيتكلم عن الموضوع ده ذاته. شوف ده ابن تيمية، الموضوع ده حاصل عنده في زمنه، وقال لك كان حاصل في زمن الصحابة والناس اللي قبليه. المهم كلام طويل، قال: والحجة فيه أن نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين دون بعض، يعني ده حاصل شوف في عهد الصحابة والتابعين، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها. قال لك ده أمر معتاد بيحصل، لأنه ناس مخلوعين ويتصلوا بهنا وبهنا، واتصالات من وين، ومن السعودية ومن قطر إمارات وغيره وكده. ابن تيمية قال لك: فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها، ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، يعني حتى في عهد الصحابة والتابعين كان بيحصل الاختلاف ده، والخبر في النهاية بيبلغهم في أثناء الشهر إنه صمتوا مع أهل البلد الفلانية، أو سبقتهم بيوم، أو اتأخرتوا عنهم بيوم، أو كذا يعني. قال: فلو كانوا يجب عليهم القضاء، طالما بيحصل كان الاختلاف ده عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فلو كان يجب عنهم القضاء عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده. يعني زي ما هم بيبحثوا عن الهلال كل دول في بلده، لو كان إنه الموضوع ده هاميهم وعمل لهم مشاكل، كان هممهم الصحابة والتابعين تنصرف وتتوفر عن البحث في رؤية الهلال في جميع البلدان حوله، لكن ما كان بيعملوا كده. واحد كان بيشوف في بلده بس، الصحابة واحد كان بيشوف في بلده بس. قال: ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، لأنه أصلا الاختلاف قال لك حاصل في زمانهم كثير، كان يكون ده بيقضي وده بيقضي والبلد ده بيقضي، وأكثر الرمضانات قضاء. قال: ومثل هذا لو كان لنقل، شوف العلم ده كيف، لو كان فعلا هم بيهتموا بأن البلد الفلانية اختلفت، يبقى هم فايتهم يوم أو ماكلين يوم، أو زي ما بيقولوا السودانيين الليلة، قال لك كان شنو؟ كان نقل لنا. ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له، إنه ما في أصل إنه لازم يتحدوا كلهم، وحديث ابن عباس يدل على هذا. ولذا ده كلام عجيب جدا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، في مجموع الفتاوى الجزء 25، وسئل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المجلد كتاب الصيام: مش إنه بلد تختلف من البلد الثاني أو دولة من الدولة الثانية في الصيام؟ لا لا لا، ده سؤال ذاته عجيب. وسئل قدس الله روحه عن رجل رأى الهلال وحده، زول شاف الهلال بعينه عديل لكن براو، وتحقق الرؤية كمان، فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو مع جمهور الناس؟ زول شاف الهلال لكن براو وما بزول صدقوا، لكن وشافوا وتحقق إنه شافوا في بلد، هل الرجل ده طالما رأى الهلال براو يصوم، ولا يصوم مع دولته كلها وبلده كلها؟ هو شاف الهلال وناس بلده ما شافوا وما صدقوا. قال: فأجاب: الحمد لله، إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده
فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. أحدها أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا وهو مذهب الشافعي. الثاني بعدين حيرجح لك يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشهور. يصوم قال ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشهور مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. الثالث وده الصحيح يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال. لو قال لك لو شفت الهلال براك وما بظل صدق وشفت عديل لكن دولتك وبلدك ما أعلنته شيخ الإسلام يقول لك ما تصوم برؤيتك وتخلي رؤيتك مع إنك شفت بعينك الهلال إنما تصوم مع الناس في دولتك. بالله في كلام أوضح من ده تاني؟ شوف الكلام ده كيف. الدليل بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الترمذي. شوف زول رأى الهلال عديل وتحقق منه لكن بس ما بزول صدقوا في الدولة وخالفوا قال يصوم معهم ويخالف رؤية نفسه ذاته. ليه؟ لأن الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم. إذا المسائل دي ما مسائل عاطفة يا جماعة وما مسائل والله نحن وشفناه وبتاعنا. طيب وفي بعض الناس عندهم شبهة برضو لما يصهر الهلال بعد يوم كده ويومين طبعا بيصهر الهلال بعد ذاك بيشوفوه كبير. أول ما يشوفوه كبير يقول لك أوه نحن أكلنا يوم ولا يومين لأنه صح الهلال كبير. صحيح كبير. أنت عارف دي من علامة الساعة كلام الناس ده ذاته إنه الهلال ده كبير وأكلنا يوم ده وذاته من علامة الساعة لأنه الهلال في تقارب الساعة يوم القيامة كعلامة من علاماتها الهلال بيبقى كبير. هلال اليوم بيشاف هلال يومين وهلال اليوم بيشاف ثلاثة أو أربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الألباني إن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين. ده عديل الحديث زي ده كده مو ده يقول حاصل لأن الناس يقعد بكرة يشوف الهلال الكبير ويقول لك أوه نحن أكلنا يومين أو أكلنا يوم. ده علامة الساعة الهلال بيبقى كبير وبيبقى سمين فما معناته أكلت يوم. طيب شيخ الإسلام يواصل قال للزول ده لو شفت الهلال بعينك وتحققت رؤيته بعينك لكن الدولة بتاعتك أو البلد ما صدقوك قال تخلي رؤيتك وتصوم معهم. ليه؟ لأن الرسول قال كده. يبقى ما في مجال للعاطفة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. قال ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن إلى أن قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون أو تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة. يعني لما قال يوم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون المعنى إن يكون مع شنو يا جماعة؟ مع الجماعة. الجماعة يعني حاكم بلدك وبلدك والعلماء. طيب مع الجماعة وعظم الناس. مع الجماعة وعظم الناس. طيب قال ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر والهلال اسم لما استهل به. يعني كلمة هلال ذاته اللي بيشوفوه الناس ده وبيثبتوا به الصيام أو الإفطار ما بيسمى هلال ذاته إلا إذا شنو استهل به يعني استهل بين الناس. طيب فإن الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس والشهر بين وإن لم يكن هلالا ولا شهرا. وفي موضع ثاني شيخ الإسلام قال الشهر ذاته ما بيسمى شهر إلا إذا اشتهر شنو بين الناس يعني اجتمع عليه الناس. طيب قال ولهذا قال أحمد في روايته يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال الإمام أحمد يد الله على الجماعة. يبقى ده المنهج يا جماعة الصحيح في هذه المسألة كما هو واضح. طيب ك
كذلك دي فتوى جميع علمانا، دي اللجنة الدائمة في المجلد رقم 10 من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، هذا هو المجلد، كتاب الزكاة والصيام. سؤال، وسؤال طويل جدا، اللي هو: تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلا بأنه كان ليلة 30 من شهر شعبان لهذا العام موجودا في الكويت، والرجل ده سعودي لكن كان في الكويت في ليلة، نشرت إذاعة الكويت بيانا ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعا رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى 30 من شعبان. يعني ناس السعودية، ناس الكويت قالوا رمضان ثبت عندهم ليلة الثلاثاء الموافق 30 من شعبان، يعني بكرة طوالي، ده في الكويت، هو كان في الكويت، وأنه كان جالس عند الراديو فسمع إذاعة الرياض، أها كمان سمع بلد السعودية سمع الراديو، أصدرت بيانا عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقييم أم القرى 30. يعني عكس شنو؟ الكويت. الرجل السعودي قاعد في الكويت، ناس الكويت قالوا له بكرة الصيام طوال، يعني كان عندهم شعبان 29، بكرة المفترض يكون 30، ده قال لهم ده بكرة 1 رمضان. بعد شوية فتح الراديو بتاع الرياض بتاع السعودية قالوا لا، ثبت عندنا مجلس القضاء قالوا بعد بكرة. يعني فايتين الكويت بشنو؟ بيوم. والرجل ده سعودي وقاعد في الكويت. طيب، قال: فأصبح صائما مع أهل البلد الذي كان موجودا فيها أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم. قام صام مع الكويت وهو سعودي، ثم عاد إلى المملكة بعد يوم، لو هو اليوم الثالث، لأنه الكويت قبل المملكة كانت بشنو؟ بيوم. وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر، فيما لو كمل رمضان 30 يوما هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، معنا السعودية، فيما لو أذاعت الكويت بيان ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أو لا، مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ما صام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن، فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور. شوف الجواب مختصر من اللجنة الدائمة ومفيد. الجواب: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معه، أي بلد أنت فيها، أي بلد، حتى لو أنت من أهلها أو من أهلها قالوا لك الصيام بكرة رمضان تصوم معهم طوالي، بعد بكرة تصوم معهم، لأن حكما وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، رواه أبو داود بإسناد جيد. وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر، طيب اقتنع بالفتوى دي وصام مع البلد اللي كان فيها، لكن قام سافر زي السعودي ده، فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه. كمان لو مشى بلد تاني ولقاهم مختلفين، هو بدأ مع ذيك الصيام وسافر بلد تاني لقاهم مختلفين في بداية الصيام ونهاية الصيام، يواصل مع البلد الوصل لها المشيلات التانية دي، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، حتى لو ذيل أفطروا خالفوا ذيك يواصل مع البلد المشيلات التانية دي تاني يبقى معهم. طيب، ده كله تطبيقا للسنة يا جماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن أفطر، بس في تنبيه، إن أفطر لأقل من 29 يوما لزمه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ويقضي ما فاته، بس بشرط إنه ما في النهاية جملة شهره ما يكون أقل من 29 يوم، لكن لو بقى 29 أو أزيد ما في مشكلة، لكن ما يكون أقل من 29، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال الشهر هكذا، وأشار بالعشر أصابع الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهكذا أشار ثاني عشر أصابع بقت 20، وهكذا أشار عشر أصابع بقت 30، وتاني قال الشهر هكذا 10 و10، وأشار في الثالثة 10 وأمسك واحدة صباع بقى كم؟
29. فالشهر العربي ما ينقص من 29 ولا بيزيد من شنو؟ من 30. وكذلك برضو في فتوى قدمت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سألوا ناس سعوديين شغالين في السفارة السعودية في بلد بر السعودية، السفارة قالوا للسعودية أعلنت رمضان مثلا بكرة، وبلدنا اللي احنا فيها أعلنت رمضان بعد يومين من السعودية مش يوم واحد. الشيخ قال لهم عليكم تصوموا وتعيدوا تفطروا مع البلد اللي انتوا فيها وإن كنتوا سعوديين. ده كله تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودي فتوى هنا للشيخ ابن عثيمين. دقيقة واحدة بس صوتية مدتها دقيقة نسمعها كلنا برضو في نفس المجال. الشيخ بارك الله فيكم، عند رؤية الهلال رمضان في معظم بلاد افريقيا يختلف، ما نستطيع ان نرى الهلال في يوم الاول، وتجد الناس بعضهم يستمعون مثلا في من الدول الاسلامية رأوا الهلال وصوم معهم، وبعضهم يقولون نحن لا نختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس مختلفين اختلافا كبيرا، بعضهم يقولون انتم تتبعون الدولة مثلا الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون يعني كلام كثير، فما هي الرأي الصحيح في هذا الحال؟ الرأي الصحيح أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم هناك وقضاتهم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول الشهر شهر رمضان. نعم، فالناس تبعوا لإمامهم، إذا صاموا صام، إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا. فالشيخ ابن عثيمين يقول الناس تبعوا لإمامهم، إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا. وآخر حاجة أختم بها فتوى للإمام محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في مجموع فتاواه ورسائله، وده طبعا شيخ الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، وهو المفتي للمملكة العربية السعودية آنذاك، وهو رجل عالم رجل عجيب. سألوا عن المسألة دي ذاته، شو الرجل ده قال شنو؟ قال اقراها سريع بعد ذاك يوف تعليقه، تعليق عجيب والله. قال قوله: واذا راه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، من باقصى المعموره ومن بوسطها، فاذا رؤي في الصين لزم اهل الاندلس كالعكس، ولا عبره باختلاف المطالع. هذا احد القولين في المساله. والقول الثاني القول باختلاف المطالع، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام ابن تيميه. حديث صوم لرؤيته، قال الخطاب لا شك أن أصله للأمة، لكن ليس نصا في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد، ولكن تمسك بظاهر العموم. ويمكن لأهل القول الآخر يقول سمعا وطاعة: نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته. ويقولون يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين. الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى 14 خطا، بل الأقاليم الطبيعية. قال لهم شنو في النهاية ختم اليوم؟ قال لهم الخلاف في هذه المسألة لا يضر. يعني قال لهم الجوطة دي كلها ده خلاف ما بيضر. قام كتب لهم كتاب، ودي بس الموضوع اللي أنا من أجله جبت الفتوى دي. قال لهم: من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رجدي ملحس، سلام عليكم. لأنه الجوطة كان حصلت برضو في نفس الموضوع ده في زمن الإمام محمد ابن إبراهيم ورسله له. قال له: أعيد لكم خطابكم رغم كده وكده. وقال لهم البحث حول موضوع مواقيت أهل رمضان والفطر والحج، وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية، قال موضوع ده موضوع فرعي، والحق فيها معروف كالشمس، والفصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. طيب، قال: وهو من المسائل الفروعية، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية ولا يضر. إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه،
وذلك مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قال لهم ده الموضوع الأصلي، والرام أفتهم يعني، قال لهم صح كده، لكن قال لهم ده موضوع فروعي في النهاية. قال لهم أنتوا في مشكلة كبيرة جدا اللي هو مشكلة التوحيد والشرك، فأنا ذاته بوصل الرسالة دي للسودانيين وللعالم كله. الحق بيّن الشيخ أبو بكر وبيّناه نحن قبل شوية برضو، لكن دي مسألة فروعية. الأصل يا جماعة الناس ترجع للتوحيد قبل الصيام ذاته، عرفت؟ للتوحيد. البلد دي الآن ملانة شرك وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، شفت كيف؟ والصوفية دي أفسدوا الدين وأفسدوا الدنيا بالله عليك. الله شوف دي بس ونختم بيها، وأنا دائما المقطع ده أكتر مقطع بأسرني والله، أكتر مقطع. يا مجبار يا فقدنا البقارة صوتنا فيها فات أجدد فكعلي والجبار أجدد فكعلي من الطفلان والبغضان أمين الفكعلي والجبار الحور دي بتنادي في غير الله سبحانه وتعالى، بتنادي في سراب وفي تراب وفي ميت لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وده اللي علموا لهم الصوفية، ده والله الكلام الأهم، وده الكلام الأفيد، إنه الناس أرجع للتوحيد وتخلي الشرك ده. يا أخي ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الناس حقه يكون ده موضوع الأهم تسأل منه وتتصل، رغم إنه ده برضو مهم لكن ده الأهم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.